استمعنا إلى نسخة مكررة من خطابات سابقة مع فارق وحيد. في السابق لم يسمي أحد، واليوم لم يسمي أحد. في السابق كان يقول لن أستقيل لأنه ما من بديل لحكومتي. الجيد اليوم أنه أعلن استقالته. لننتقل إلى مسألة أخرى. عندما قالت الثورة كل يعني كل، قالت حسان دياب واحد منهم، لأنه أيضا كان وزيرا لمدة 3 سنوات في حكومة القمصان السود التي ترأسها نجيب مئاتي وشكلها حزب الله بعد إطاحة الحريري. حسان دياب رئيس حكومة ركن أساسي فيها نبيه بري، وهو رئيس المجلس النيابي والسلطة التشريعية منذ 28 سنة. هو رئيس حكومة حزب الله ركن أساسي فيها، وحزب الله في المجلس النيابي منذ 28 سنة. نعم، هناك مجموعة تم إبعادهم من الطبقة السياسية وحرموا من جزء من الكعكة بعدما أصر ميشيل عون بعد العام 2005 على طيب. الاستئثار بهذه الكعكة. كلهم نفس المجموعة.